دبي ريسنج يراقبون ابو مبارك ويراقبون ايضا انطلاقاته وتحدياته. يا سلام يا سلام يا سلام، بدانا هنا مع البدايه مع المركز الاول، فن الصداره، فن الناموس، فن البدايه الاولى، فن الوصول الى النهايه هنا مع هذه اللحظه. بن جبرين على المركز الثاني لا زال في المحاولات، هناك هو التحدي سليمان بن حمد بن جبرين، ولكن الصداره، فن الصداره 200 متر اخيرا تفصلنا عن انطلاقه اللحظات، وصلت هناك جباره في هذه اللحظه تنطلق مع هذه الاندفاع هنا، جباره 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 جباره، فن جباره جباره، تسللت جباره، نقلت السلام جباره، الاداء جباره، هنا المملكه المملكه جباره ما شاء الله، جباره صاحبه الشوط الاول. اذا في المركز الاول، المركز الثاني فن. خلها ببطانها يا اخوي، الله يخليك، تخيلك خلها، يعني ما قصرت ما قصرت. يا خميس يا بن سعيد يا الزرعي، مشكور 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 بعد، والناموس لك على هذا التقدم التلقائي بدون اي تعليمات. عصاتها في بطانها من المركز الاول منذ ان افتتحنا اذاعه الشوط وتعرفنا على المقدمه، وهي ساحبة المقدمة لا تمتنها بالقوة. يا السلام، استراحة المحاربة التلقائية التلقائية، الله 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 الله، سعيد بن بنانة بغدير الاجتبي، تهانينا تهانينا والناموس، وهذه لحظات الوصول بدون أي تعليمات، واختطاف الناموس بالمركز الأول وسيارة هذا الشوط الأول الخاص بالأصايل فارس إلى القوع، نبى نشوف منطقة القوع، منطقة الجميلة في جنوب مدينة العين. يا سلام يا سلام يا مهاجر، ها هو مهاجر يقترب والجماعة يقتربون، ومهاجر يقترب من السيارة. يا سلام، دير بالك يا بن سرحان، دير بالك، حرك 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 الذي تبى تحرك. يا سلام، وبن دغيش غادم وبن قريع غادم، اللحظات الأخيرة اللحظات الحرجة، السلام ينسحب ولا يروح إلى أهل القوع، اللحظات الأخيرة اللحظات الأخيرة اللحظات الأخيرة، شكلان شكلان، سلام 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 عليكم يا أهل الشحانية، واسعد الله صباحكم بكل خير وبكل محبة. تهانينا للسيد عتيج بن حمد بن قريح المري على فوز شكلان بالمركز الأول. مميز، وصل العاصي، عصى العاصي، انطلق العاصي، اهالي ميدان التراث، اهالي ميدان السويحان بدوا ينطلقون من المناطق الخلفيه ليغير وينطلق الى المقدمه، ولكن مميز مميز من الجانب الاخر، وهناك ايضا الضيف هياض، ولكن هنا ايضا العاصي 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 على المركز الاول، المشغوني المشغوني ما زال ايضا صامد صامد ومنطلق على المركز الاول ليؤكد تواجد العاصي، ولكن بنح فيض عاد مرة أخرى، وهناك مميز مميز، يلا يا ضحي، يلا يا المشغوني، يلا يا النابت، هنا المركز الأول. إذا تهانينا تهانينا إلى ميدان التراث، تهانينا إلى سيف سعيد بن سيف بن معضد المشغوني على هذا الفوز والانتصار. مميز المركز الثاني ضحي بن مبارك بن ضحي الكتبي، المركز الثالث وصل هناك هياض سالم بن حفيظ بن نابت المري، المركز الداعم الداعم لهذا الشعار، سلام سلام يا زاخر سلام، اسعدت صباحا مع الاداء المتميز اللي تقدمه بصيحة باعدت المسافة، ارقصت في اللحظات الاخيرة وبدون بدون اي تعليمات بدون اي تعليمات. اشكرك يا الزبون مع الاداء المتميز اللي تقدمه بصيحة وهي تنفرد بناموس هذا الشوط. يا سلام، وتضيف ايضا هذا الانتصار صار بسجلات الحافلة بسجلات المتميزة في هذا العالم الساحر. تهانينا تهانينا لناصر بن حمد بن سهيل بن عويض الخيلي على فوز مصيحة، وسلام يا زاخر سلام، هذه لحظات الوصول إلى خط النهاية بدون أي منافس على الإطلاق. المركز الثاني الياف اللي سالم بضعيف بن غدير، المركز الثالث الوطن لفري بن علي بن
تدري لها السبق عاد يلي الجوايز الأولية سهمها مرشحة للفوز رقم قيادة الأول على الأول والأول سهمها. يا سلام يا سلام راح جو جو يا ابن غراب الانسحاب الوهوي، ولكن عاد عاد بخطة جهنمية مدروسة لهذا التحدي وراحت القاضية، راحت القاضية وهذا هو موقعها الصحيح، هذا هو موقعها الصحيح، لك مكان فيه ما حل يا سلام غير حضرة شخصك بذاته، هذا المكان الأول وأنت رقم واحد، واحد على واحد ونعطيك الرقم واحد ون 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 نعم ونقول الجربوعي نمبر ون. سلام على قطر، سلام للشحانية، سلام للمري، سلام للجربوعي، نهني على فوز القاضية بالمركز الأول، تهانينا والف مبروك من المركز الثاني العنود سعيد بن منال بن غدير. الحرسوسي ولكن شاهين، شاهين من ينطلق، شاهين شاهين من ينطلق على الصدارة، على المقدمة، على المركز الأول، علي بن محمد بن مصر بن محميد اليربوعي من ينطلق في هذه اللحظات على الصدارة، على المقدمة، على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. ها هو تشاهدون شاهين على الصدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول، مندفع بالصدارة، مندفع بالمقدمة وبالمركز الأول، علي بن محمد بن مصر بن محميد اليربوعي المري المنطلق في هذه اللحظات على الصدارة، على المقدمة، على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. سلام الشحانية، سلام على هذا الأداء الجميل، تهانينا العلي بن محمد بن مصر بن محميد اليربوعي المري على هذا الفوز الجميل ولحظة وصوله إلى خط النهاية معلن التحدي والإثارة. المركز الثاني الباسل بزغ بن حمود الكتبي، بينما المركز الثالث هنا انطلاقت ايضا عناد سعيد بن مبخوت بن محمد بن مسعود من ياتي ايضا مشاهدينا الاعزاء على المركز الثالث. المركز الرابع وصل المنتظم، هنا المنتظم بمساره جراح بن سالم بن سلطان الكتبي من ياتي ايضا بانتظام سريع نحو المراكز المتقدمه، ولكن العوده الى المقدمه، هنا الشارد عاد مره اخرى الى صداره هذا الشوط، اعلن بالانطلاق مع الصداره الشارد الشارد الشارد، والمنتظم قادم، المنتظم هناك مع المركز الثالث، ولكن الشارد هو ايضا من بدأ بناموس هذا الشوط واختطافه مع الامتار الاخيره. حمد بن راشد بن سعيد بن حمود الكتبي اتى بالشارد في هذا المهرجان وقدم هذا الاسم ليسجل نقطه ذهبيه في ارضيه هذا الميدان، لحظات الوصول الى خط النهايه خلال هذا الانطلاق. المركز الثاني مهاج خاص بالمحليات تفوز مع هذا الشعار ناصر بن حمد بن سهيل بن عويضة الخيالي، فازت في هذا الشوط هنا مع لوحة الأربعمائة متر الأخيرة عن خط النهاية وعن الناموس المرتقب مع خط النهاية. هملولة، هذه هملولة، وهني مالك هملولة ناصر بن حمد بن سهيل بن عويضة الخيلي الذي انطلق مع هذا الشوط. شوف المركز الثاني الشهنية مبارك بن محمد بن مبارك بالعور الخيالي مع المركز الثاني، ولكن وصلت الى الحزام، وصلت الى الحزام، هذه هملولة، تهانينا لمالك هملولة ناصر بن حمد بن سهيل بن عويضة الخيالي، تهانينا والناموس. المركز الثاني الشهانية المبارك بن محمد. يا سلام يا ضبي، السيارة الرابعة في رصيده، السيارة الرابعة في رصيده، يا سلام تجاوزت نعم بهذه السرعة، نعم تقوم طفر وتنتهي طفر كانها على لاضي ملالة ابن البقايا تاخذ الامر تصوير تعليق وعبالة. يا سلام راح راح ابو خالد راح عنكم، راح السلام وين؟ السلام وين؟ السلام للعوهة، السلام للعوهة.
الفوعة، نعم الفوعة، السلام للفوعة، نعم حمسنا بالحضيرب، حمسنا بالحضيرب، ونحن جماهيرك نريدك تبدع، نعم ومعنى الفوز لما تحقق ما تريده، وهذا هو الفوز، واحد 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 بنحضيرم رقم واحد، ون 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 بنحضيرم نمبر ون. سلام يا ابو خالد، سلام، نهني يا بنحضيرم على هذا الانتصار وانتصار الظبي بالمركز الاول المركز الثاني نوب. على المركز الأول بيضيف إنجاز إلى إنجازه السابق، هنا سيارة على أرضية ميدان الوثبة، هنا أيضا ينتزع بهذه اللحظات المركز الأول والصدارة، والسيارة الثانية خلال هذا الأداء الجميل والتحدي. ها هو جبر تشاهدونه على المركز الأول، تهانينا تهانينا والناموس لعبيد بن حمد بن مطر بن ضحي بن مطوع لكتبي على هذا الأداء الجميل، ما شاء الله، تهانينا لك يا بن مطوع، تهانينا والسلام، السلام لأهالي الهير على هذا الأداء المميز، تهانينا والناموس، ولحظة وصوله إلى خط النهاية، معلن الفوز، معلن الناموس، ها هي لحظة الوصول إلى خط النهاية، تهانينا تهانينا على هذا الأداء السيد عبيد بن حمد بن مطوع الاشتري على فوز جبر في المركز الأول، المركز الثاني الوصلاوي مطار بن راشد بن مطار. صباحك فل يا الحلابي، سعادة أحمد السلطان الحلابي شاهين بدون أي تعليمات قام راس وأنهى الشوط راس، وهذا هو شاهين، وهذا ما يفعله شاهين على أرضية المرموم، يدون اسمه مع أسماء الفائزين في مهرجان الكبير، في المهرجان التراثي، في الميدان الذكري، في تحفة ميادين السباق، راح شاهين عرض أخير يقدم شاهين، ما شاء الله، سلامي للعين سلام، ومشكور يا الحلابي مشكور، واشكرك باسم الجمهور في هذا الاداء، وصباح النواميس، وصباح الزعفران، وصباح المواتر، وصباح السيارات امام المنصه، امام المنصه، مرور الكرام، مرور الكرام، شاهين والى العين يطير، تهاني لسعاده احمد بن سلطان الحلامي في هذا الصباح بهذا الشوط يقدم لنا السريع على المركز الثاني، ولكن الطيارة، الطيارة حققت الهاتريك، سلام يا مالك الطيارة ناصر بن حمد بن سهيل بن عويضة الخيالي، سلام يا زاخر سلام على هذا الفوز والانتصار، مصيحة وهملولة، والطيارة تهدي السلام الثالث لناصر بن حمد بن سهيل بن عويضة الخيالي، وحمد بن سهيل بن عويضة الخيالي الداعم الرسمي لهذا الشعار، تهانينا والناموس لأبناء زاخر ولأبناء حمد بن سهيل بن عويضة الخيالي على هذا الفوز والانتصار، لحظات هبوط الطيارة إلى هذا الناموس المميز، تهانينا تهانينا والناموس، لحظات وصولها الطيارة ناصر بن حمد بن سهيل بن عويضة الخيالي هي عنوان هذا الشوط، المركز الثاني وصلت الشارع. من بعضهم بعض في هذا الشوط، هذا دليل على الحماس الكبير الذي يأتي في هذا المهرجان الكبير، ما زالت نهابة على مقدمة هذا الشوط، عنيدة على المركز الثاني، الظبي على المركز الثالث، ونهابة نهابة ما زالت مع المقدمة، سلف علي بن دي المنصوري ووسطت عنيدة 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 غيرت النتيجة، عنيدة أعلنت أيضا بالانطلاق مع الصدارة، الله يا سلام، عنيدة مبارك بن زايد المطوع الخيار من يأتي بانطلاقة عنيدة وعادت نهابة، نهابة وعنيدة، عنيدة ونهابة، نهابة وعنيدة، نهابة 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 مع المقدمة مع الصدارة بالعروض الممتازة، مؤكد أيضا باختتاب ناموس هذا الشوط، سلام لأهالي الختم، سلام على هذا الفوز والانتصار، تهانينا ولمالك نهابة سيد مسلم علي بن دري المنصوري على هذا الفوز والناموس. واحد اثنين
ثلاثة. روح يا بن زيتون، روح روح يا بن زيتون، لين حرك 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 بن طويلب، حرك بن طويلب الشاهينية، تتحرك الشاهينية هجمة شاهينية، ولكن لها مزنة، مزنها لها بالمرصاد، مزنها لها بالمرصاد. روح يا بن زيتون، روح 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 روح، كمل كمل كمل. يا سلام يا سلام، تروح عن الشوط، تروح تروح ام الشعور مذلة والغارب المنكوس تربع مداها كله. يا سلام يا سلام 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 الحمد بن عوض بن زيتون المهيري على هذا الأداء، على هذا الوزن، على هذه السرعة. نعم مشاهدينا الكرام، رشحناها يوم كانت في العاشر، وهذه الآن وصلت رقم واحد. سلام يا العين سلام، نهني حمد بن عوض بن زيتون المهيري، نهني على فوز مزنة بالمركز الأول. المركز الثاني شاهين محمد بن ناصر بن طويلب. ثلاثية المقدمة، الله 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 الله، لمن هذا الشوط؟ الأربعمائة متر الأخيرة والنهاية، جولة الأوامر. حرك يا بشاوي وروح مع صدارة، روح مع المركز الأول. غنايم 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 ومن طول الغيبات يا بالغنايم، غيرت أيضا، غيرت إلى صدارة، ولكن البرنس عاد مرة أخرى ليغير مع الغارية. جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل المري، البرنس بدأ يتحدى، البرنس بدأ يتدخل مع نجمته البيضاء التي مليت بالنواميس. ولكن هنا هنا هالي في المعلة، يابت الغنايم لهالي في المعلة. السيارة الثانية تهانينا والناموس، العلي بخلفاء بشاوي الأغفل المركز الثاني الغارية، جار الله بن محمد طالب عقيل المري المركز الثالث العنود، جابر بن سالم الجابر اليربوع المري، والمركز الرابع الظبي.